أمل أبيك تصورين الأطباق كلها كاملة. إن شاء الله أستاذة. جاهزة أمولة؟ جاهزة. هاي مساء الورد. طبعا انا مريت مطعم بالصدفه ودشيت وسالت عن البيست سيلر وقالوا لي ان شوربه المشروم عليها طلب واقبال كثير. خلونا نذوق. شوربه تحسسكم بالحنان والامان. استغربت. شنو استغربت هذه؟ اجين تكتو تكتو. يلا يلا 1 2 3. مساء الخير عليكم حبايبي. طبعا انا مريت مطعم بالصدفه ودشيت وسالت عن البيست سيلر، قالوا لي ان الشوربه هذه عليها اقبال مو طبيعي. طبعا لما ذقتها مو طبيعيه، لذاذه مو طبيعيه. لذاذه مو طبيعيه. ولما قلت ابي طلب ثاني قال لي خلصت. انزين انا قلت لازم اقول لكم عن هالشوربه لان مقاديرها نادره. المشروم اللي داخل موجود بمزارع بايطاليا وبس، يعني مقادير نادره مو موجوده الا عندهم. الحين اقول لكم اسم المطعم وان شاء الله راح تذوقون وتدعوا لي لان الطعم خيالي. ها شلون بدعت؟ يا سلام عليك، شيء خيالي. لو سمحت خلصنا الاعلان. يلا يلا شناطرة يلا نمشي. ها نمشي لا ننام بالمطعم. لا 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 نمشي. حولوا لك الفلوس. وصل لللينك. يلا